منزل الست هدى حرم المرحوم عبد العزيز نصار وبناتها سامية وهالة وصفاء ورثة المرحوم المذكور أعلى. أي مين يا هالة؟ ده واحد رجله مع واحد عسكري يا ماما. مش محضر يا هالة. حاضر تفضل. تعال. نحن مش محضر المحكمة، جايين نحجز على الشقة وناكل المحشي ونايمكم على البلاط المزيف. بتقول ايه؟ محضر جاي يحجز على الشقة؟ مش انت محضر؟ مش محضر ارجوكي. تفضلي. ده امر اداء صادر عن المحكمة لصالح المعلم رضا رضوان عبد الراضي بمبلغ وقدره 2006 جنيه و332 مليم وفاء لدين واتعاب المحاماة والمصاريف. علم المعلم رضا حكت علينا. هتدفعوا المبلغ المذكور اعلاه ولا نحجز على العاج؟ تحجز ايه؟ هي فوضى. حكم القانون يا انسه وعلى رجال الشرطه ومأموري الضبط والربط. حرمين عليك يا سيدي ان يساعدوني على اجراء التنفيذ.